نتيجة الماتش الأولاني إن إحنا كسبنا الوداد 2-0 في المغرب، أعتقد إن الأهلي هيلعب مرتاح، أعصابه هتبقى أهدى، ونتمنى إن هو يكسب كمان ويكسب 2-3. هو الماتش هيبقى صراع حلو جدا، موسيماني هيهاجم بمعنى الطريقة عشان مش هينفع يدافع هنا، عايزين نجيب أجوان أكتر عشان نزود النتيجة برضه ونعمل فرق. هي هتكون صعبة يعني جدا، بس إحنا لو حافظنا على الجونين اللي إحنا جبناهم هناك هنعرف نكسب ان شاء الله مستريح، بس احنا ندافع كويس. هي اكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، يعني هو اكيد الوداد هتيجي بتهاجم بطريقه قويه جدا، وانا شايف ان نلعب الزمالك عشان يعني الفوز هيبقى على الزمالك احسن بكتير من فوز الرجاء، هيبقى المكسب ليه طعم تاني. انا شايف ان المباراه تبقى كويسه جدا عشان هم يبقوا عايزين الفوز علينا عشان في ارضنا يعني وكده، فعايزين يعوضوا الخساره اللي هم خسروها. هي المباراه هتبقى صعبه لان الوداد طبعا هيبقى جاي متحفز، ما وراش حاجه اللي هو لازم يكسب. المباراه هتبقى صعبه بكل المقاييس. نلعب واحنا مستريحين، النتيجه هناك هتفرق معانا هنا. بعدين مستر موتسيماني يعني قدر يوقف خطوره اسماعيل احداد واخطر لعيبه هناك يعني في الوداد، فان شاء الله الماتش هنا يبقى مستريحين لينا ان شاء الله.